في إطار إعادة الاعتبار لهذه المهنة، وكذلك من أجل تعميق النقاش حول النظراتيين والنظراتيات، ومن أجل إيجاد الحلول والبدائل والمطالب، مشيرين إلى الحكومة من أجل تسوية هذا الملف، ومن أجل بطبيعة الحال الاهتمام والدفاع عن المطالب المشروعة للمنظراتيين باعتبارهم ركموا تجربة كبيرة ولهم من التراكمات يعني الكثير. مؤتمر أول للمنظمة الديمقراطية للنظراتيين والنظراتيات، باعتبار أن الشعار كما سطرتموه هو أن سنة 2015 هي سنة للدفاع عن الحقوق المكتسبة، الدفاع عن الحقوق المكتسبة الاقتصادية والاجتماعية والمهنية. بالطبع لهذا الشعار أبعاد متعددة ومعاني، وكذلك يشير إلى التحديات التي ستواجهنا جميعا في المنظمة الديمقراطية للشغل، وكذلك المنظمة الديمقراطية للمهنيين النظراتيين والنظراتيات، باعتبار أنه اليوم كما في علم الجميع أن أمامكم معركة ستأخذونها للدفاع عن هذه المهنة، للدفاع عن حقوقكم، والتي لا يمكن لأي أحد كان مهما كانت مكانته في هذا المجتمع أن تنازعكم فيها، باعتبار وانطلاقا من كل تجارب دولية بما فيها في الدول الديمقراطية المتقدمة وهي أوروبا على سبيل المثال الحصر. وإذا اطلعتم على تجارب soi-disant les expériences des autres pays, que ce soit en France ou là en Belgique ou là en Suisse, même aux États-Unis, أي إن لمشيتوا طلعتوا على هذه التجارب، كل المهن عرفت تطورات، لكن لا يمكن لأي دولة أو حكومة أن تأتي وبجرة قلم وتمحي الذين كانوا يشتغلون في هذه المهنة، وهو الذين هم الذين بنوا أسسها، وهم الذين طوروا وعملوا على تطويرها وساهموا في صحة المجتمع، لأنهم كتعرفوا بأنه المجال ديال الفيزيون من أهم شيء يمتلكه الإنسان في الحياة هو النظر، بمعنى مساهمتكم جميعا في الوقاية وفي العلاج كل المواطنين مهما كانت سنهم، بمعنى مهما كان سنهم صغار أطفال نساء رجال إلى غير ذلك، هاد الدور اللي لعبتوه في الوقت اللي المغرب ما كانوش فيه وقيلا ربما حتى 100 طبيب 30 مليون ديال السكان، بمعنى أنه هذه المهنة انطلقت منذ قبل بالطبع الاستقلال ديال البلاد، كانت هناك هذه المهنة وجاء الاستقلال ديال البلاد ودخلوها شباب وانتوما وطورتوها وعملتوا على تطويرها، والآن أصبحت ترقى إلى مكان. على أي حال الإشارة هنا أنه هذه المهنة ديالكم انتوما اللي بنيتوها، انتوما أسستوها، حقوق مكتسبة كاينة في العالم كامل، سكون أبيل لي خوا أكي. دونك شنو اللي كيبقى دابا الآن، وهو التوجه الرسالة اللي وجهنا للحكومة الرئيس الحكومة، كذلك الأمانة العامة للحكومة اللي هي معنية أكثر، مع كم للأسف في المغرب بقى الأمانة العامة للحكومة هي التي تنظم المهن، وما كاينة حتى دولة غير هذه البلاد هذه اللي فيها هذه القضية ديال الأمانة العامة للحكومة تسطو على تنظيم المهن بما فيها الأطباء، وأنتم سمعتوا بأنه مشات الأمانة بقرار من الأمانة العامة للحكومة كانت تغلق شي كلينيك في المحمدية. الأمانة العامة للحكومة ما هو دورها في إغلاق أماكن ديال الأطباء وديال الممرضين وديال لي زوبتيسيان لونيتي إلى غير ذلك؟ لأنه أولا بعيدة كل البعد على هذه المهن. العمل خصو يكون معاه بالنسبة لهذه المهن مع وزارة الصحة، لهنا عندها هي أقرب أكثر، وهادشي اللي جاري به العمل في العديد من الدول. حنا عندنا واحد الخليط وتعدد الجهات التي تعمل
ملي كيجي عندك البشير كيقول لك سد، باي صفه غيقول لك سد؟ وانت كتخلص عندك لاباتون ديالك وتخلص الضريبه ديالك وكيجي عندك البشير سد، راه قالها لي رئيس كذا او قالها لي او جات شكايه من هذا، باي صفه تنعتبروا هذا القرار؟ ما انه لا العميل ولا الباشا ما عندوش هاد الصلاحيات، لانه ما دام انا اؤدي واجباتي القانونيه للوطن وتنشتغل في الوضوح، ما عند حتى شي حد يجي ويقول لي يهددني لانه جات شي جهه كتقول لي راه تينافسني. يا رب الحق غير مساله المنافسه، ما كاين لا قانون لا محزنون هنايا، هما غير خصو باش يبقى بوحده في السوق وكيبيع. وهذه راه حنا بلد دستور يمنع الاحتكار، الدستور المغربي وهو اسم القوانين وصوتنا عليه في 2011 يمنع الاحتكار والحريه عند جميع المواطنين. بالطبع كاين المهن هي مقننه، حنا كذلك هذه المهنه ديالكم ديال المهنيين النظاراتيين والنظاراتيات معروفه وعندها المشروعيه ديالها. هما هاد ليزوبتيسيان راهما جمعونا قوونا، ما كناش كنعرفوا بعضياتنا، والله يخلف عليهم، راه هما من جمعونا وداروا لنا هذه المشاريع. اللي تنطالبوا خصنا كما قال السي بوعرفا والسي علي لطفي، قال لك اسيدي راه خصنا نديروا الفوره ديالنا وخصنا نخدموا كما تيخدموا هما، وحنا ملي تنتقواو راه الناس راه تيضعفوا، وحنا خصنا ديما ان شاء الله نكونوا قويين. والسلام عليكم.